مباشرة الأولى فقرة نشيوة تلم التي عند المستمعة إلهام أم سعد. صباح الخير إلهام. صباح النور للسنة. لاباس عليك؟ صبحتي كل شيء مزيان؟ الحمد لله ربي خليك. كدير انت يا كدير الطاقم كامل؟ الله يبارك فيك. الحمد لله. مرحبا بسلامك. مرحبا. كنقدم تحية لكم كاملين من السير الشرعي اللي حتى الحارس اللي عند الله يبارك فيك. الله يكبر بك. وتحية للصديقات ديالي كاملين. بارك الله فيك. مرحبا. بارك الله فيك. تحبيت لينا اختنا كما وريتك لي فوتو لي سيفت يلا تكسبوا. كاين براوني تشيز كيك خليت لي هو ما بين البراونيز والتشيز كيك. كيك بالكريمه ديال الطوفي. كاينه حرشه ديال المقالي بطريقه متميزه وتجي سهله. كاينه البيتزا اخر ما كاين في عالم بيتزا ديال اللي في المقله الثقيله. كاين البغرير في القرعه اللي واحد البغرير اللي فعلا هذاك يعني سهل بزاف وكاين صدق المره الاولى. كاين دو فولاي اللي تيجي غزال بحال الشكل ديال لانشون هو كيشبه شويه تاشير مي هذا متميز بزاف. نبداو به ان شاء الله. يلا ان شاء الله على بركه الله باش نربحوا الوقت وناخذوا ان شاء الله هذه الاقتراحات ونفيدوا بها المستمعات. تفضلي. مرحبا اختي سناء. مرحبا تستاهلوا. عندنا بعد تيتيغين دو فولاي هذا اللي على شكل كاشير غادي نحتاجوا فيه 250 غرام ديال الكفته ديال لدند ولا ديال الدجاج. 250 غرام ديال الكبده. الكبده ديال الدجاج نيت ولا ديال الدجاج؟ المهم استعملنا الكفته الدجاج نديرو ديال الدجاج. استعملنا ديال لدند نديرو ديال لدند. اخرى بثمن يعني معقول. عندي جوج ديال البيضات، جوج ديال فصوص ديال الثوم، جوج ديال دريسات ديال الثومه. شويه ديال المعدنوس هكا حزينه صغيره. عندنا في التوابل ديك الفلفل الاحمر التحميره. ابزار. الملح. شويه ديال الهريسه. وعندي 230 غرام ديال الكريم الطبخ. انا عبرتها بالغرام باش تجي سهله. خاصه بالطبخ. ملي ندوزو للطريقه، اول حاجه تناخذو روبو اللي تنطحنو فيه اللحم يعني الكفته. الكفته جناها جاهزه مطحونه هي هذيك، ما كانتش راه نطحنوها في داك الروبو. وتنحيدو ديك الكفته تنديرو الكبده هي الاولى عيت ما تعذبنا شويه الا درناها نزلناها مع الكفته ما تطحنش لينا مزيان. تنديرو الكبده هي الاولى تطحن. وتنضيف جميع المكونات اللي ذكرت باستثناء البيض. تنطحن كل شيء مزيان. وتن في الاخير تنضيف البيض. تنطحن مره اخرى. تناخذ القالب اللي غادي نطيب فيه الا كان ديال السيليكون كان احسن، راه ما تندهنوه ما حتى شي حاجه. ما كانش تنديروا هذا قالب ديال الكيك يكون طويل بالعبار ديالو بالضبط 25 سنتيم في الطول و10 سنتيم في العرض. وتنديروا في حمام مريم تيطيب في حمام مريم 45 دقيقة بالضبط. 45 دقيقة في الطياب. 45 صافي. ملي تيخرج من الفرن راه تيكون غزال يعني واحد الحاجة امبيكابل. تنديروا الساندويشات نرفقوا مع لي سالاد ديالنا وممكن تنديروا الوليدات اللي ديهم عام المدرسه. هي حاجه مصيبه في الدار كيف ما قلتي وممكن نعمروا به بحال هكا خصمطيشه هكا ساندويتش. هي ولا في شلاضه.